يقال. النهارده هنتكلم عن واحده من اقرب سلاسل الكتب لقلبي على الاطلاق السلسله دي خلت اطفال وشباب كتير حارين العالم يسرحوا بخيالهم لاماكن بعيده اماكن رغم ان احنا مش شايفينها مين عارف يمكن تكون موجوده اماكن فيها سحر وصحراء وليها مدارس وبنوك ووزارات ونظام كامل وفيها بتقوم مغامرات وحروب كبيره وخطيره يمكن احنا ما نعرفش عنها حاجه بس جايز جدا جدا تكون موجوده. ملايين من الاطفال والشباب اللي قروا الكتاب اللي هكلمكم عنه النهارده ده بداوا يتخيلوا ان العالم ده موجود وكتير منهم لسه لحد النهارده بيستنوا جواب مدرسه السحر اللي وصل لبطل سلسله كتابنا بتاع النهارده هاري بوتر عشان ينقله من عالم طبيعي وهادي وممل لعالم كله مفاجات ومغامرات واصدقاء وكمان اعداء. انا شخصيا مستنيه جوابي بقالي يجي 15 سنه. سلسلة هاري بوتر كتبتها كاتبة إنجليزية اسمها جي كي رولينج وهي مكونة من سبع أجزاء كلهم اترجموا للعربي على الشاشة هتلاقوا صور الأجزاء كلها بالترتيب بالعربي وبالإنجليزي هاري بوتر كان طفل يتيم عايش مع خالته وجوزها وابنهم اللي مش بيستظرفوا حتى خالته وجوزها بصراحة يعني ما كانوش لطاف قوي معاه وكانوا كل شوية يعاقبوه على أي حاجة تافهة أو حاجة هو مش فاهمها وكانوا عاملين له اوضته اوضه صغيره تحت السلم وبيدوه لبس ابنهم القديم اللي, اللي صغر عليه ودايما كان بيبقى برضه كبير عليه كانوا بيمنعوه يتكلم او يتناقش معاهم وكانوا دايما بيفكروه انه عاملين فيه جميل وانه كتر خيرهم ان هم قابلين انه يعيش معاهم وكان هاري بوتر راضي بحاله رغم انه ما كانش مبسوط خالص بالحياه في بيت خالته ولكن يعني ما كانش فيه حلول تانية الا انه وقبل عيد ميلاده ال11 بشويه بدأت تحصل حاجات غريبة في العالم حاجات ما كانش لها تفسير زي انه مثلا كان في رحلة لحديقة الحيوان ولقى نفسه عارف يتكلم مع تعبان وزي انه كان في بومة بتحاول توصل له جواب وخالته وجوزها ما كانوش راضيين يستقبلوا الرسالة دي ولكن الرسائل فضلت تيجي لحد البيت بكثافة وإصرار لحد ما هاري مسك واحدة فيهم وكان عايز يقرأ ولكن أخدوه منه برضه بيفضلوا يهربوا من الجوابات لحد ما ما بيبقاش فيه وسيلة إن هما يهربوا أكتر وهنا حياة هاري بوتر كلها بتتغير لما يعرف إن هو مدعو علشان ينضم لمدرسة هوجورتس للسحرة وبيعرف إن أبوه وأمه الاتنين كمان كانوا سحرة مش بس سحرة عاديين كانوا من أهم السحرة وإنه دلوقتي مش مطلوب منه إلا إنه يجيب لبس المدرسة السحرة ويجيب بومة وعصاية سحرية وهيروح المدرسة دي بقطار بخاري كبير جدا زي الإطارات القديمة دي والقطر ده عشان يركبه لازم يستناه عند رصيف في المحطة رقم تسعة وتلات تربع وده أغرب رصيف محطة أي حد سمع عنه قبل كده في القطر بيتعرف هاري على رون ويزلي ولد في نفس سنه لطيف وشعره أحمر وبيعرفه على حاجات غريبة هاري ما كانش يعرفها قبل كده زي شوكولاتة الضفادع واللبان بأطعم كل الدنيا وبيتعرف هاري كمان وهو قاعد مع رون على هيرمايني جرينجر بنت ذكية جدا في نفس سنه وواضح انها مثقفة وتعرف اكتر بكتير من سنها هنقرا بعدين ازاي التلاتة دول هيكونوا اعز صحاب على مدار السلسلة اللي هتحكي لنا عن مغامراتهم الكتير والمصايب اللي هيقعوا فيها هما التلاتة مع بعض والحقيقه انه دي من اكتر الحاجات الجذابه والدافيه والجميله في سلسله هاري بوتر انها بتؤرخ للصداقه الجميله دي وبتخلينا كلنا نفسنا يكون عندنا صداقات بالشكل ده مع اصدقاء تمتد صداقتنا بيهم عبر السنوات في المدرسه بيكتشف هاري انه مش بس ساحر لا ده هو ساحر مشهور هو نفسه مفيش حد في عالم السحره ما يعرفوش وفي الاول هاري بوتر ما كانش فاهم هو ده ليه بس هنفهم بعد كده انه الشهرة دي جايه من سبب حزين وانه رغم ان الشهرة دي بتخلي ناس كتير تحبه وتتعاطف معاه لكن برضه في ناس كتير ما بتستزرفوش وبنبدا نشوف مع هاري لسته بتتكون من الاصدقاء والاعداء نبتدي نعرف مين هيساعده ومين لازم يهرب منه علشان يقدر يكمل سنه الدراسيه دي على خير رون ويزلي بيعتبره هاري بوتر مع الوقت افضل اصدقائه مش بس بيتعامل مع هاري كزميل لكن بيتعامل معاه كانه اخ خصوصا لما بيعرفه على عيلته المكونه من ابوه وامه وسبع اطفال اصغرهم جيني البنت الوحيده اللي في البيت ومن المره الاولى اللي بيزورهم فيها هاري بيحس ان هم عيلته البديله خصوصا مع حنيه مولي ويزلي اللي هي ام رون الطاغيه ناحيه هاري وطيبه ابوه ارثر اللي دايما مهتم يسال هاري عن العالم الخارجي اللي ما فيهوش سحر ووظايف الحاجات اللي هو مش فاهمها فيه زي مثلا هو ايه لازمه البطه المطاطيه الصفرة الصغيره دي؟ بني ادمين العاديين بيعملوا بيها ايه؟ اما عن التوأم فريد وجورج اخوات رون المدمنين للمقالب فهاري بيتعلم منهم كتير جدا وبسرعه جدا وبيحس ناحيتهم وناحيه العيله دي كلها بروح الاخوه والعيله اللي طول عمره محروم منها. وأكن الكاتبه هنا بتعلمنا ان احنا حتى لو افتقدنا الشكل المعتاد عليه من العيله ممكن نلاقي ده عن طريق عيلة تانية بديلة نحس معاهم ووسطهم بالحب والأمان والاهتمام اللي احنا مفتقدينه أما هيرمايني فبتبدأ علاقتها بهاري ورون بشكل مش لطيف صراحة لما هما الاتنين بيتريقوا عليها عشان هي طول الوقت بتصحح لهم نطق الأوامر السحرية التعويذات فبيفتكروها مغرورة ومتعالية وعشان كده يقعد لوحدها وملهاش صحاب ولكن مع الوقت بيعرفوها أكتر وبيعرفوا قد إيه هي طيبة ومخلصة متواضعة، وإنها دايما بتستغل ذكائها الحاد في الخير وذكائها ده هو اللي بينقذهم من مطبات كتيرة قوي بيقعوا فيها وكان لا يمكن يخرجوا منها إلا بسبب شطارتها هي بصراحة هاري ورون مش أسكية قوي هيرمايني هي اللي بتنقذهم بنعرف كمان إن هيرمايني باباها ومامتها مش سحرة وده اللي بيخليها تتعرض للتنمر في عالم السحر وهاري ورون كانوا دايما بيدافعوا عنها لما بتحتاج وهي بتكون دايما ممتنة لوقوفهم جنبها كان ده اشاره من الكاتبه جي كي رولينج لموضوع العنصريه اللي فيه ناس بتتعامل مع بعض بشكل مختلف فقط لانهم مختلفين عنهم في اي حاجه وبتورينا قد ايه ده شيء مؤلم وسيء ولازم كلنا نحاول نتفاداه وكلنا نتعامل مع بعض كاننا نفس الشخص حتى لو كنا مختلفين هاري كمان بيقابل في المدرسه مدرسين كتير منهم اللي بيحبوا ويحب يساعدوا ومنهم اللي مش بيتيقوا بنتعرف مثلا على هاجريد العملاق صاحب الشعر واللحية الطوال حارس أرض المدرسة أول ما تشوفوه ممكن جدا تخافوا منه لأنه طويل وعريض وعلى طول شعره منكوش ولكن بعد شوية بنشوف إزاي هاجرد ده مثال للعملاق اللطيف أطيب حد بيتعامل مع هاري وأكبر قلب دايما بيخاف عليه ويحاول يحميه لكن ده ما يمنعش إنه أوقات كتيرة وبسبب طيبته وسذاجته أحيانا وحبه وهوسه بالحيوانات السحرية اللي زي التنانين يوقع هاري بدون قصد في مشاكل كتير وبدل ما يبقى هو اللي المفروض يحمي هاري ينتهي الامر ان هاري هو اللي بيحاول يحميه بنتعرف كمان على البروفيسورة ماكانجل مدرسة التحول السحري في المدرسة اللي بتكون اول واحدة تقدر تشوف موهبة هاري في لعبة سحرية اسمها الكويدتش بيلعبوها وهم راكبين على مقشات سحرية بتطير في الهواء ويحاولوا يمسكوا كورة والمفروض ليها سن معين للالتحاق بالفريق لكن لان هاري اتضح انه موهوب بالفطره انضم لفريق البيت بتاعه في المدرسه على طول يعني ايه بيت بتاعه اشرح لكم مدرسه هوجورتس متقسمه لاربع بيوت اربع بيوت زي اربع فئه كده والطلاب بينقسموا على البيوت الاربعه دي عن طريق قبعه سحريه بيلبسوها في اول يوم مدرسه والقبعه دي بتقعد تحلل شخصيه كل تلميذ وترشحه للبيت المناسب له اسماء البيوت دي هي جريفندور هافلين باف و كلو هاري بوتر من أول لحظة كان نفسه يبقى في جرافيندور من أول ما عرف إن باباه ومامته الاتنين كانوا فيه ولكن كمان كانت أمنيته اللي أكتر من إنه يبقى في جريفندور إنه ما يكونش في بيت سلاذرن لأنه البيت اللي بينتمي ليه ناس كتيرة جدا هاري ما بيحبهمش زي دراكو مالفوي زميله اللي معاه في نفس السنة ولكن طول الوقت بيحاول يوقعه هو ورون وهيرمايني في أي مشاكل ويتسبب في تلقيهم للعقاب كده من غير سبب كمان بروفيسور سنيب مدرس الجرعات السحرية اللي من أول لحظة لهاري في المدرسة وهو كان واضح إنه مش طايقه خصوصا إنه كان على خلاف دائم وطويل مع جيمس بوتر أبو هاري الله يرحمه من لستة المحبين لهاري بقى كان في بروفيسور دامبلدور دامبلدور كبير قوي مدير المدرسة دايما بيسمع هاري ودايما يحاول ينصحه بحكمته الواسعة ومعرفته العميقة بفنون السحر وبماضي الخلافات اللي بين كل اللي عايشين في العالم ده هاري بيحب دامبلدور وكلنا بنحب دامبلدور هاري كمان بيعتبره قدوته والمرشد ليه في لحظات كتير بيكون محتاج فيها ايد حكيمه تشاور له على الطريق الصحيح اما العدو الاساسي لهاري بوتر هو اللورد فولدمورت وقصته معاه هي سبب شهرته الكبيره في عالم السحر والسر اللي بيخلي ناس كتير قوي يا يعني اما تتعاطف مع هاري او تبقى ضده حسب شعورهم يعني ناحية اللورد الناس كتير ما بيعرفوش يقولوا اسمه بسبب اعتقادهم انه ده ممكن يضرهم او يجلب عليهم نوع من الاذى وعشان كده بيقولوا عليه هذا الذي لا يجب نطق اسمه اللي هو لورد فولدميرت وفولدميرت كان ساحر قوي جداً ولكن كان شرير جداً وفي وقت قرر انه هيكون اقوى ساحر موجود وجند اتباع كتير سموا نفسهم اكلوا الموت وعن طريق الجيش ده قرر يسيطر على العالم قوموا ناس كتيرة جدا زي دامبلدور وناس كتيرة معاه وقامت حرب كبيرة كان فيها فولدمرت في ناحية وباقي الصحراء الطيبين في ناحية والحرب دي كاد لورد فولدمرت انه يفوز بيها لولا انه سمع عن نبوءة عن طفل هيتولد في وقت معين الطفل ده قدره هيبقى مرتبط بقدر فولدمرت عشان واحد فيهم يعيش لازم التاني يموت وكان الطفل ده هو زي ما انتم متوقعين طبعا هاري بوتر ولما قرر فولدميرت يروح يقتل هاري ابوه وامه حاولوا يحموه فقتلهم فولدميرت وحاول يقتل هاري ولكن لسبب ما ما قدرش وارتدت اللعنه اللي اطلقها فولدميرت عليه عشان تحول فولدميرت لكائن ضعيف غير كامل ولازم يكون مرتبط بجسد غيره عشان يقدر يعيش بينما تركت لهاري الندبه او التعويره المميزه اللي على شكل برق على اورتو وهيفضل الصراع بين هاري وكل احبائه من ناحيه وفولدبرت وكل اتباعه من ناحيه تانية مستمر على مدار الكتاب في السبع اجزاء المكونين للسلسله لكن قبل الصراع مع فولدمرت ما يكون مباشر وواضح وخطير يعني بيقابل هاري في كل كتاب مشكلة ولغز مستني الحل ومع كل كتاب بنتعرف على عدو جديد من أعداء هاري من أتباع فولدمرت في الكتاب الأول مثلا بتاع هاري بوتر وحجر الفيلسوف بنتساءل مع هاري ورون هرميني عن لغز الكلب ذو الرؤوس الثلاثة اللي بيحرس شيء ما في مكان مستخبي في المدرسه وبيعرفوا إن هذا الشيء هو حجر له قوه سحريه كبيره اسمه حجر الفيلسوف ولما بيشكوا إن في أحد المدرسين بيحاول يسرق الحجر ده بيتحرك التلات أصدقاء عشان يحاولوا يمنعوه وهما بيعملوا كده طبعا زي ما انتم متوقعين بيعدوا بمغامرات كتير جدا وبيتفاجئوا وبنتفاجئ معاهم بالنهايه السعيده في الكتاب الثاني هاري بوتر وحجره الاسرار بتبدا المغامره بزياره كائن سحري شبه الاقزام اسمه دوبي لهاري بوتر في بيت خالته وبيقوله انه لازم ما يروحش السنه دي المدرسه ما يروحش هوجورتس خالص عشان في خطر على حياته ولكن هاري بيرفض وبيروح المدرسه وبتبتدي تحصل حوادث غريبه لطلبه المدرسه بيتجمدوا على اثارها وبنسمع اشاعه على حجره سريه موجوده في المدرسه محبوس فيها وحش ومن الواضح ان الحجره دي اتفتحت والوحش اللي فيها هو اللي بيتسبب في كل الحوادث اللي بتحصل للتلاميذ ولكن بيحصل حاجه بتخلي الكل يشك ان هاري هو اللي فتح الباب وهو اللي اطلق الوحش يا ترى ايه اللي حصل تقدروا بقى تقروا الكتاب وتكتشفوا بنفسكم في الكتاب الثالث هاري بوتر وسجين اسكابان بنسمع عن مجرم خطير اسمه سيريوس بلاك كان محبوس في هذا السجن المخيف اسكابان والسجن ده بيقوم على حراسته مخلوقات مخيفه جدا ودي كائنات لو قربت من حد كفايه بتسحب من روحه كل احساس بالسعاده لحد ما ممكن تسحب منه روحه نفسها ولما بيهرب سيريوس بلاك ده من السجن الكائنات دي بتقرب من هوجورتس عشان تحاول تقبض عليه لان الكل كان مقتنع انه جاي عشان يحاول يقتل هاري لانه زمان هو اللي خان ابوه وامه ودل عليهم اللورد فولدمورت فهاري بيعاني من اقتراب الكائنات الغريبة دي أكتر من زمايله وهنا بيعلمه بروفيسور الدفاع ضد السحر الأسود الجديد إزاي ممكن يتغلب على الإحساس ده بأنه يؤدي سحر معين اسمه الباترونس بيعمل مخلوق من النور قادر أنه يحميه من تأثير المخلوقات دي بيتنقل بينا الكتاب من مغامرة لمغامرة ومن مطاردة لمطاردة بين هاري وسيريوس بلاك لحد ما نفهم إحنا وهاري إن كل حاجة نعرفها عن سيريوس بلاك ده كانت غلط وان الحقيقه مختلفه تماما في الكتاب الرابع هاري بوتر وكاس النار بنسمع عن مسابقه كاس السحره الثلاثي وهي مسابقه عامله زي الدوري كده بتتعمل بين مدارس السحر الثلاثه اللي موجودين في العالم ومن ضمنهم هوجورتس والمفروض ان كل مدرسه بتختار واحد من الطلبه ويتسابق الثلاثه لحد ما واحد منهم يفوز بيوصل طلاب المدرستين التانيين لهوجورتس وبيبدأ الطلبة المؤهلين يحطوا ورق بأساميهم في كأس سحري اسمه كأس النار والكأس ده هو اللي بيختار اسم التلاتة اللي هيتنافسوا ولكن في مفاجأة للجميع وأولهم هاري بوتر بيظهر اسمه كمتنافس رابع في المسابقة رغم إنه مش مؤهل عشان سنه وإنه أساسا محطش ورق بإسمه وإن المدرسة بتاعته بالفعل اشتركت عن طريق طالب تاني محدش بيعرف ازاي ده حصل ولكن طالما الاختيار تم ده بيعني انه هاري لازم يدخل المسابقة ويتسابق مع الجميع وبتتم المسابقة على عدد من المراحل المرحلة الاولى مرحلة ترويج تنين ودي المرحلة السهلة المرحلة الثانية مرحلة استعادة شيء من اعماق البحر والمرحلة الاخيرة هي الوصول للكأس هل بقى هاري هيعرف يعدي المراحل دي كلها وهل هنفهم في النهاية هو ليه اصلا اشترك في المسابقة دي برضو ده بنعرفه في اخر الكتاب في الكتاب الخامس والسادس والسابع اللي هما هاري بوتر وجماعة العنقاء وهاري بوتر والأمير الهجين وهاري بوتر ومقدسات الموت بنركز أكتر على الصراع المباشر بين هاري بوتر اللي هو بيمثل قوى الخير وبين قوى الشر من ناحية تانية اللي هي بتمثل فولدمرت وأتباعه من السحرة الأشرار وأكل الموت وبيتحول الموضوع لشيء أشبه بحرب حقيقية بين كل قوى السحر في عالم إحنا ما نعرفش عنه حاجة لكن الكتب وكاتبتها جي كي رولينج بتقولنا انه موجود، احنا بس اللي مش عارفين وحتى لو مفيش دليل على وجوده فهو يشبه الى حد كبير هذا العالم اللي احنا عايشين فيه ده بس باختلافات قليله جدا بين العالمين. مع الوقت هاري بيكبر وبتكبر معرفته بالسحر وبتكبر كمان معرفته بالحياه وانها مليانه بالحزن والفقدان والخذلان والخيانه ولكن في نفس الوقت برضو مليانه اصدقاء وحب واحساس بالواجب ودفاع عن الحق والخير. سلسلة الكتب دي مليانة مغامرات مدهشة لكنها مليانة كمان مشاعر وأحاسيس بنعيشها مع بطل بيكبر ويتطور وينضج قدامنا وبيعرفنا إن الدنيا الحقيقية زي دنيا السحر صحيح ممكن تكون صعبة لكنها دايما محتملة طالما في ناس بنحبهم بيشاركونا الصعوبة دي السلسلة دي بدأت كاتبتها جي كي رولينج تكتبهم وتنشرهم ونشر أول جزء منهم سنة 1997 زي ما قلت لكم تم ترجمتها بالكامل للعربي فتقدروا تحددوا انتم عايزين تقروها باني لغه الفئه العمريه المناسبه ليها هي من 9 سنين ل 99 سنه وعدد صفحات لكل الكتب مجتمعه مع بعض حوالي 4000 صفحه من المتعه الخالصه ولكن احنا قلنا ان دي سلسله وانتوا بتقروها حته حته فما تتخضوش من الرقم الكبير كمان ضروري اقول لكم ان سلسله الكتب دي اتحولت لسلسله افلام بديعه بدات مع الجزء الاول سنه 2002 وانتهت سنه 2011 مع هاي بوتر ومقدسات الموت لكن نصيحتي طبعا بالذات في الحاجات اللي فيها فانتازيا انكم تقروا الكتب الاول قبل ما تتفرجوا على الافلام اللي بالنسبه لناس كتيره جدا ما وفتش الكتب وتفاصيلها حقها كده انا خلصت كلامي ولكن لان الكتب ما بتخلصش ويا رب ما تخلص ابدا استنوني في حلقه جديده اكلمكم عن كتب تانية حكايات تانية ابطال رائعين اوعدكم هيعجبوكم جدا شكرا